انت عارفه انت عامله زي ايه؟ عارفه انا زي حد كده جاب قطه رباها في البيت وفجاه راح رميها في الشارع، القطط هتاكلها. لما انت تربي ابنك بالشكل ده وبعدين ينطلق في الشارع مش هيبقى عارف يتصرف، مفيش مناعة. هيخاف وهيرتبك وهيخجل وهيتلخبط وهيطلع يجري على ماما. ممكن بقى اخلي باباه هو اللي ياخد الجنب ده، اه يعني يشيله عشان يعني. انا ما اقدرش، ما اقدرش اقسى على العمر في اي حاجه. مش لازم تقسي، بس تعالي هي كام بتعتبر، خطوه ورا. هي بتعتبر دي قسوه، هي بتعتبر ان هي ما تلبلوش، ان هي ما تشيلوش كده على ايدها، دي قسوه. انت فاهمه القسوه بالنسبه لها غير القسوه بالنسبه لي. ايوه القسوه بالنسبه لها موضوع مختلف تماما. مامي ساعات لما عمر بيعمل حاجه غلط مثلا فتبقى عايزه تعاقبه، فتقول له خلاص يا عمر انا مش هنزلك النهارده، وما تجيش تقول لي تعالى عايزه انزل وكده. فبعدين تقوم منادياني انا وحبيبه، قولوا لعمر يجي يستأذني دلوقتي وانا هوافق. يقول لي سوري وانا هقول له اه، فيقوم عمر داخل قايل لمامي مامي سوري ممكن انزل، تقول له طيب يا حبيبي انزل ومش عارفه ايه، معاك فلوس ولا تاخد اكتر ولا ايه. لا الموضوع بيبقى صعب قوي مع عمر ومامي. وبعدين لما بابي يشد عليه شويه يقوم عمر مكلم مامي، بابي مش عارفه بيعمل معايا ايه، تقوم مامي بقى هي اللي متدخله. لا يا السؤال بقى ابراهيم غير عمر، انتوا كبنات ده مأثر عليكم ازاي؟ يعني هما بيدلعوا عمر كمان اخواته. لا انتوا متأثرين ازاي بده؟ متأثرين ازاي؟ يعني يعني مش عارفه، بس حاسه ان تصورك عن نفسك انت كبنت، وان انت عندك نفس الامكانيات او ان انت ما عندكيش امكانيات، او ان انت محرومه من نفس الحنان والحب اللي عمر بياخده، ده عامل فيكي ايه؟ يعني لا الحنان والحب بتبقى هي الصراحه يعني هي مامي عامه كشخصيه يعني هي بتكير بزياده علينا. يعني مثلا مامي في العادي لو انا مثلا في الجامعه او في اي حاجه وحد ما ينفعش حد من صحابي يرد عليها من موبايلي عشان هي بتتخض جدا، هي اصلا شخصيه اوفر كيرنج جدا. قلوقه. جدا قلوقه. يعني هي معطاءه ليكم بزياده، بس عمر في زياده فوق الزياده فوق الزياده. دي حاجه الاولويه لعمر. لعمر لازم كلهم واحد، بس الاولويه لعمر. وحتى كمان يعني مامي لما تعرف مثلا، عشان عمر ولد وحيد على انا وحبيبه، لما تعرف مثلا ان في حد مخلف ولد وحيد برضو على بنتين تقعد تدلعه وتطمن عليه. يعني هي مامي عامه الكونسبت في كله مش مع عمر بس. انا الولد بيبسطني حتى لو انا اللي قدامي. عندك اخوات ولد؟ عندي ولد وحيد. وعلاقتك بيه عامله ايه؟ بحبه جدا. هو موجود في حياتك؟ وتقريبا كل اسبوع لازم يجي لي زياره هو ومراته وولاده، ولو ما جاش بتصل بيه تعالى اقعد معايا. وما بيزعلكيش؟ لا لا خالص. ولو زعلك بتعملي ايه؟ لا ما بحاولش ازعل منه، حتى لو زعلني هعمل نفسي مش واخده بالي وممكن اتصل بيه عادي. عمر بيزعلك؟ عمر ساعات. بتعملي ايه لما يزعلك؟ بعمل ايه؟ عمر مش بخاصه. طب اصبري بس، سيبيها تكمل. لما بيزعلكم بتعمل ايه؟ فرصة. انا الصراحة مع عمر لا بقوله عمر ما تتكلمش معايا تاني، بس هو عمر برضو يعني حنين قوي كده، اللي هو بيجي لنا خلاص يا فريدة ما تتضايقيش وكده، خلاص الصراحة بسامحه على طول. اوكي يعني انا مش عارف اقول ايه. طيب بعيدا عن عمر بنتكلم على نماذج المشابهة، هل المرأة بتكوينها او الام بتكوينها النفسي منحازة فعلا للولد؟ ما اعتقدش. يعني رغم انه كلام كتير في علم النفس بيقول ان هي منحازة للولد، بس انا ما اعتقدش الا في الثقافات التقليدية. الام اقرب للبنت وبتقرب بنتها منها، لانه البنت هي اللي بتشيلها وهي اللي بتسندها.